ورد أن رجلا في بني إسرائيل كان يقال له خليع بني إسرائيل. خليع ما بيقولوا فلان بيخلع كتير، يعني خليع بني إسرائيل من قدر ما كان فساده. مر برجل عابد وكان على رأس العابد غمامة ظله، غيمة عم تخيم عليه وين ما مشي. فلما مر به الخليع عم يتخلوا عن الطريق، وعما فقال الخليع في نفسه: أنا خليع بني إسرائيل وهذا عابد بني إسرائيل، فلو جلست إليه لعل الله يرحمني بمجالستي له، خليني أقعد معه بركي الله بيرحمني فيه. فجلس إليه فقال العابد: أنا عابد بني إسرائيل وهذا خليع بني إسرائيل، فكيف يجلس إلي؟ ولك شلون تعود قدامي؟ قوم عني، اطلع لبرا، قم. فأوحى الله إلى نبيه ذلك الزمان: مرهما فليستأنف العمل، فقد خلع، غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد. أما العابد راح، وهذا أنا غفرت له. ما بتقعد معه؟ قوم عني، أنا عابد بني إسرائيل وإذا عابد بني إسرائيل الله يعفي عنا. هذا كل النبي عم يخبرنا يا مشان لحنا هلأ نعرف. هلأ أنا دكتور، مين أنت؟ شو بيفهمك انت؟ شو بعرفك انت؟ ممكن يا ابني افقر الخلق يطلع اغنى عند الله من كل غني في الحياه. في روايه قال النبي عليه الصلاه والسلام قال: فلما جالسه قال له: قم عني انا عابد بني اسرائيل. قال: فانتقلت الغمامة إلى رأسه، إلى رأس الخليع، وذاك إيه طلع لبرا. شو بده يعمل بقى؟ الله يتوب علينا ويرجع المؤمن إلى الله عز وجل. فالجاهل العاصي إذا تواضع هيبة لله وذل لعظمة الله خوفا من الله عز وجل فقد أطاع الله بقلبه. هذا طائع. أطوع من العالم المتكبر والعابد المعجب بعبادته. لا تفرحوا بعبادة ولا بطاعة إذا ما رأيتها من طرف الله.